طيب معايا الأستاذ طاهر يونس، نائب رئيس نادي الهلال السوداني. أستاذ طاهر برحب بيك. مرحبا بك أخ إسلام، وتحية لك ولمشاهدينك الكرام. أولا بتمنى لكم طبعا التوفيق بشكل عام، بتمنى طبعا أنا كمصري فوز النادي الأهلي، لكن يعني عموما فريق الهلال من الفرق المحترمة جدا. قول لي ايه بقى المشكلة، مشكلة الجماهير اللي أثيرت من امبارح؟ طيب كنت اتمنى التوفيق للنادي الاهلي يعني، لكن هذا يعني لا يفسد في ود اللغة يعني شيء يعني. بخصوص المشكلة، أنا أفتكر أنه الاتحاد الأفريقي بتخبط شديد بعدم خبرة القائمين على الأمر العام في الاتحاد الأفريقي، خلق مشكلة من لا شيء، وهذه المشكلة تضرر منها الآن نادي الهلال. حرمان الجماهير الهلال من دخول ملعب الهلال في مباراة الغد، انا افتكر انه وصمه عار في جبين الاتحاد الافريقي. ليه؟ لان الاتحاد الافريقي اصدر قرار بالامس الساعه 2:56 دقيقه بالسماح ل 15,000 متفرج، بعد استيفاء كل الشروط المطلوبه. كانت الشروط متمثله في الحصول على موافقة السلطات الصحية، وقد كانت الشروط أيضا تتطلب يكون استاد الهلال مؤمن تأمين كامل. استاد الهلال الآن ضد معايير الكاف، واستاد معتمد الدخول والخروج والمخارج والمداخل للاستاد، المناطق الأمنية الميكس زون كلها سليمة. تقرير السكيورتي اوفيسر تبع الاتحاد الافريقي نفسه اثنى على كل المجهودات المتوفره، اثنى على الحاله الامنيه الموجوده سواء كان في الاستاد او خارج الاستاد. كل السلطات الامنيه امنت على قيام المباراه بجمهور، امنت على التامين الكامل. وهناك كان في اللجنه الامنيه، كان في اجتماع بالامس، اللجنه الامنيه حملت على خطه الحمايه الكامله سواء كان للفريق الضيف ايا كان، لكن النادي الاهلي عنده خصوصيه خاصه بالنسبه لنا احنا في السودان، وحتى درجه التامين كانت اكثر من الـ من الـ من المعتاد يعني. وده بسبب انه الضيف كبير، فريق كبير، فريق عريق، فريق صغير. نحن بيهمنا جدا انه يكون النادي الاهلي في مأمن في السودان وسط اهله واشقائه. الساعه 8 بعد 5 ساعات من القرار فوجئنا بقرار اخر يلغي القرار الاول، وكان قرار مبهم ومختطف في سطر واحد. انه وفق معلومات استخباراتيه. ما اعرف الاتحاد الافريقي شغال استخبارات ولا شغال كوره يعني، انا مش عارف يعني. انه بس كده الاتحاد الافريقي قرر انه يلغي القرار الاول بدخول الجمهور. هذا ما حدث باختصار شديد جدا. احنا نفتكر انه القرار ده قرار مسبب بتدخل طرف ثاني، وانا عشان ما اقول كلام، الاتحاد المصري اصدر قرار او اصدر بيان شكر فيه الاتحاد الافريقي على استجابته للطلب اللي قدمه الاتحاد المصري مباشره يعني. وانا افتكر انه ده عدم حصافه من اللي يقف برضه في الاتحاد المصري، هو اللي اصدروا البيان او التويتر. لانه في جو زي ده حتى لو انت طرف في القرار خليك بعيد، خلاص هو ما حصل، انك انت اللي طلبته حصل، خلاص ما في داعي انك يعني تشو مصرف يعني، انت يعني تبرز عضلاتك كانك انت كنت جزء من اتخاذ القرار يعني. وانا افتكر انه نحن استهدفنا للكاس انه مستعجل، في كل الدوكيومنتس في كل الكلام واكثر اللي انا قلته لك اللي استعفوا برضه. احنا ضمننا التويتر بتاعت الاتحاد المصري على اعتبار انه هو طرف.
في القضيه. فاذا كان الاتحاد المصري بيرسل خطاب للكاف والكاف بيستجيب بالضروره في عدم عداله في 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 القرار، لانه الاتحاد الافريقي كان بالمقابل يدي فرصه للاتحاد السوداني او للهلال السوداني بالرد على الخطاب اللي جاءه من الاتحاد المصري. طيب هل في رد فعل من النادي الهلالي؟ يعني هل في اتخاذ اجراءات معينه يعني بعد طبعا قرار الاتحاد الافريقي؟ والله القرار مناهضه الغرائز قضيه قانونيه، نحن في النهايه مهما كان الظلم حجمه اللي واقع على نادي الهلال، نحن حنمتثل لقرار الكاف بالتاكيد، هننفذ الكاف، ولكن في الاثناء برضه نحن بندافع عن حقوق الهلال، ورأسا نحن عملنا استئناف مستعجل لكاس، نتوقع انه كاس في خلال من الان اقل من 10 ساعات تصدر قرار. يعني هل في قرار معين انتم ممكن بتدرسوه دلوقتي؟ احنا بننتظر قرار كاس محكمه التحكيم الرياضي في لوزان. احنا المحامي في البرتغال قدم طلب استئناف مستعجل، واحنا الان منتظرين القرار من كاس. طيب استاذ طاهر، يعني كان تردد خلال الساعات اللي فاتت ان نادي الهلال السوداني هدد بالانسحاب من البطوله، هل الكلام ده صح ولا لا؟ لم يحدث ذلك، دي كلها شكل اعلامي يعني وصحيح، لكن احنا جهه مسؤوله وبنتعاطى وفق المعطيات اللي امامنا، بنقيم، ما لا ننجرف عاطفيا ولا نتهور في اي اتخاذ اي قرار، يعني كل قراراتنا محسوبه. يعني هل في مخاوف داخل إدارة نادي الهلال إن الأحداث دي تؤثر على تركيز اللاعبين في مباراة بكرة؟ لا، من يمكن يستغلوا بعض المعلومات والوصائح معهم هواتفهم، لكن اللاعبين يكونوا بعيدين من القضيه. احنا نتكلم برضه بعد فاللاعبين في غل التركيز، يعني بالنسبه لهم هل في